نرجع تاني وبنكمل كلامنا عن الاهلي وبالميراس النهارده في الدور قبل النهائي لبطوله كاس العالم للانديه. كابتن محمد حمدي فتحي النهارده لما نزل عمل اضافه كويسه قوي في الشوط الثاني في نص الملعب. التغييرات بصراحه كان بيزيد يعني ادى باور لوسط الملعب. السوليه كان اشتغل برده شويه، والراجل قسم المباراه ما بين السوليه وما بين حمدي فتحي. أي. مع بقاء ديانج على مدار المباراه كلها. التلات تغييرات اللي عملهم بصراحه ادوا كثافة هجومية، ادوا شكل هجومي، ادوا حركة، غير الطريقة كلها. محمد شريف عنده طاقة كويسة ومريح في المنتخب، ما خدش عدد دقايق كتيرة. نفس الكلام احمد عبد القادر عنده شخصية كويسة، وشفناه كلنا لما نزل حط الكرة تحت رجله وبدأ يعمل يعني شغل في الناحية الهجومية، وفي كورة اللي راح بيها ودي بقى يعني شوية خبرة بتاعته ان هو حاول ياخد ضربة جزاء، بس طبعا في فار فلازم يبقى عارف كويس قوي، غير لما انت ممكن تعمل فاول، تعمل قصدي يعني تضحك على الحكم بمعنى اصح، بس لما يكونش فيه فار. زمان قبل كده كان تعمل لعبه سيزر مثلا وتخش وتروح واقع، فخلاص ده بيبقى ايه، فيش بيبقى الحكم فيش رجع. قراره على طول قراره، هتعرف تديله الايحاء بالشكل وبالوقعه بتاعتك انها ضربه جزاء خلاص هيديك. لكن دلوقتي بيراجع وممكن يحسب ضربه جزاء ويرجع الفار يديها له، لا. فلازم اللعيبه تعرف ان ما تقعش غير لما تكون فعلا، لانه الكره دي لو كان مشي وكان سدد يعني لو كان شاط كانت ممكن تبقى فيها خطوره كويسه جدا. لكن هو لعيب عنده شخصيه وعمل كثافه هجوميه. حمدي فتحي برده زي ما انت قلت، الثلاثه دول بصراحه فوقوا. وليد سليمان لما نزل، وليد سليمان برده لما نزل، يعني التغييرات بصراحه نحيي عليها موسيماني، عمل تغييرات كويسه جدا. وقدر، كان الوقت اتاخر، كان الوقت يعني بعد هدفين صفر. يا يعني ماتش الهدفين برضو توقيتهم وحش قوي. النادي الاهلي حظه وحش قوي في الاهداف اللي ضاعت. كان ممكن يرجع المباراه لو الكره بتاعت محمد شريف دي كانت جت. فدي نقطه يعني مهمه جدا، حته ان انا احييهم بعد الهدف الثاني الاهلي ما وقعش. بالظبط، الاهلي ما وقعش، الاهلي كمل وحاول يرجع للمباراه، وهو 10 حتى بقى بيلعب واضاع اكتر من كوره، الشوطه بتاعت محمد هاني كل ده وهو 10. يعني ايمن اشرف اتطرد في الدقيقه 81، فلازم كان يعني الاهلي طبيعي انه يقع. انت اخر 10 بالعكس برضه اشتغل، ده كمل وعايز يرجع للمباراه. انت عارف ان النادي الاهلي كان ممكن يبقى يأدي بشكل احسن امتى؟ لو طلع 0-0 الشوط الاولاني. لو نزل الشوط الثاني كان 0-0 كان الموضوع هيختلف تماما. كان ممكن يختلف طبعا. ليه؟ لان النادي الاهلي فعلا الشوط الثاني بعد ما دخل الهدفين خلاص ما فيش، انت لا عايز تعوض، على الاقل انت عايز تجيب هدف عشان تقدر تعمل عمليه توقيتات الاهداف. وفي نفس الوقت برضو خلينا نتكلم برضو حته فنيه شويه. ايمن اشرف سرد باك كويس جدا، وعنده مقاومات يقدر يلعب سرد باك ويقدر يلعب باك ليفت. النهارده في الهدفين كان لازم يبقى فيه نوع من الديلي شويه، من التعطيل، ما يندفعش، ما يسيبش مكانه، خصوصا ان المدافع طالما طلع من مكانه، يعني انا لو طالع لك من مكاني وطالع اضغط عليك لازم، طالما خدت القرار وطلعت عملت السبرنت لازم اقطع، لازم الحق يقطع، يا اما ما خلكش تلف. صح. على اقل تقدير تاخد الكره في اتجاه جونك وتحطها للعيب نص ملعب. صح. لكن لما انا بعمل السبرنت اللي هو 7-8 متر ده، وابقى لا وصلت لك ولا انا استنيت في مكاني، قافل المساحه بتاعتي، طلعت نفسي بره اللعبه. الهدف الثاني لما اندفع، فالولد راح عاملها بكعب رجله لمين؟ للراجل اللي جاي. الراجل اللي جاي ده الغلطه الثانيه زي ما قال الكابتن اشرف، رامي ربيعه فضل يجري متوازي، المفروض يقطع عشان يقفل، مش المفروض يقطع المدافع. انا كمدافع خلاص الجنب فاضي، انا اروح على الراجل اللي ماشي بالكوره ده، لانه خلاص ده داخل جوه ال 18 هيشوط. لازم عارف لو رامي راح وقفل شويه، حتى لو الراجل شاط تحت ضغط مش هتروح كده، مش هتروح قويه، ممكن يقفل له الزاويه. صح. ممكن يبقى عامل له شوشره شويه. طيب. الحاجات الفنيه البسيطه دي بتفرق، يعني ممكن تشيل الماتش الجاي للاهلي يا كابتن اشرف وكابتن يوسف صعب، سواء بقى هلال السعودي مع تشيلسي الانجليزي، فرقتين جامدين. والسنه اللي فاتت ما هو الاهلي عشان ياخد برونزيه ما لعب مع بالميراس، ده يعني بالظبط. هل الماتش جاي يلعبوا 3-4-3 برضو ولا يلعب 4-2-3-1؟ لا يلعب 3 كريم. بصوا يا جماعه، مش عايزين نتكلم في طريقه، الطريقه مش هي اللي بتكسب. الطريقه بس تبقى هي مناسبه للمباراه ولا لا؟ تنفيذ الطريقه، ما تشيلسي هيغير، تشيلسي بيلعب 3-4-3 هيغير يعني بكره. لا مختلف الافراد اللي تفرق، هو بيلعب ب 3-4-3. انا رايي ان انت تنفيذ الطريقه بتاعتك، التزام اللعيبه بتاعتك،
مدى استفادتك من الاهداف من الفرص اللي بتجيلك بتقدر تستغلها ولا لا، تمركزك في الحته الدفاعيه ودي الحاجات. انما الاهلي بيلعب ثلاثه من طيب. اول ما موسيماني بدا السنه دي بيلعب ثلاثه وبينفذها كويس. وانا شايف الثلاثه عامله صلابه دفاعيه يعني. سيبك من النهارده اخطاء النهارده عامله انت زودت واحد في الديفنس. الاول كان النادي الاهلي بيعاني السنه اللي فاتت كلنا شفنا لما كان فيه اتنين بس وباك طرف من هنا وباك طرف من هنا لو مغطى متاخر شويه طيب. ما عندكش زياده عدديه في ال 18.